انسان اكيد كل واحد فيكم عنده واحد صديق عزيز عليه، اي حاجه وقعت له سواء خايبه ولا مزيانه كيمشي كيعاودها له حيت كيرتاح معاه. دونك سو كيفي كيعاودو الشده والفده. بغي راسك، تحاور معاها، جلس معاها وطرح عليها مجموعه ديال الاسئله. شكون انا؟ شنو هي الحاجه اللي كتعصبني؟ شنو هي الحاجه اللي كتفرحني؟ فما عمرك تخليك كلام الناس يبني حياتك، يبني المجرى ديال حياتك. كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحه جيده وديما 5 5. aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube اللي كيفما شفتوا في العنوان، امن براسك وما تخليش كلام الناس او الخطر ديال الناس تولي نقطه سوداء في حياتك. اذا بلا ما نطول عليكم يلا ندخلوا في صلب الموضوع مباشره. اللي كيقبل من هذا الشيء هذا كامل، ما تنساوش ديروا لايك لهذا الفيديو وتبارطاجيوه مع كاع الاصدقاء ديالكم. اللي مازال ما اشتركش معايا في القناه يدخل يشترك، يضغط على زر الاشتراك، يفعل جرس الاشعارات باش كل صنم ينزل اي جديد تكونوا نتوما اول واحدين كتوصلوا به. اذا بسم الله على بركه الله لننطلق. باش تامن براسك لازم انك تعرف ذاتك. فهنا قبل ما غادي نهضروا على الايمان بالذات غادي نهضروا على معرفه الذات. بزاف ديال الناس غادي يقولوا لي كيفاش معرفه الذات؟ هذه معرفه الذات هي مرحله مهمه في الشخصيه ديال كل انسان موجود على الكره الارضيه. حيت الا ما كنتيش كتعرف ذاتك فصعيب باش انك تامن بنفسك وتامن بالقدرات اللي عندك. نبداو اول حاجه بمعرفه الذات. نحاول نخرج ولو غير نص ساعه غير ربع ساعه من اليوم ديالي الكامل، ونحاول انني نجلس مع راسي ونطرح مجموعه ديال الاسئله عليها. غادي نعطيك مثال. اكيد كل انسان، اكيد كل واحد فيكم عنده واحد الصديق عزيز عليه، اي حاجه وقعت له سواء خايبه ولا مزيانه كيمشي كيعاودها له حيت كيرتاح معاه. دونك سو كيفي كيعاودو الشده والفده. فنفس الشيء خصك تعمل مع ذاتك. كيف ما عندك ديك الانسان عزيز وكتمشي كتعاود له اسرارك، بغي راسك، تحاور معاها، جلس معاها وطرح عليها مجموعه ديال الاسئله. شكون انا؟ شنو هي الحاجه اللي كتعصبني؟ شنو هي الحاجه اللي كتفرحني؟ شنو هي طموحاتي؟ شنو هي اهدافي؟ شنو باغي في حياتي؟ وفين باغي نوصل؟ حيت الى عرفتي راسك تقدر تعرف الغير والطرف الاخر. حيت داك الانسان اللي كيقول لك انا هذاك بنادم ما قدرتش نفهمه، ماشي المشكل فيه، راه المشكل فيك انت. مادام ما عرفتيش راه كاينه واحد النقطه مبهمه في الشخصيه ديالك لازم انك تعرف عليها. الا تعرفتي عليها وخدمتي عليها راه اكيد غادي تعرف الغير. الا بغيتي راسك اكيد غادي تبغي الناس. الا تفهمتي ظروفك اكيد غادي تفهم ظروف الناس. فانطلاقه راه كتكون من ذاتك، من شخصك. بدايتك في معرفة الذات راه كتكون منك انت، راه حتى شي واحد ما غادي يعرفك. بزاف ديال الناس كيقول لك لا 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 انا كنعرفك. لا، حتى شي واحد ما يقدر يعرفك 100% من غير نفسك، من غير ذاتك. ملي كتكتشف ذاتك هنا كيبقاو يبانوا لك بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال النقاط إيجابية. ومن بين هذه النقاط أنك توصل لمرحلة وكتسطر الأهداف اللي أنت لا كتطمح أنك توصل ليها. يكفي فقط أنك تآمن به وتخدم عليه إلا بغيتي في يوم من الأيام توصل ليه. ملي كتآمن براسك هنا الهضرة ديال الناس ما كتبقاش تهمك. الكلام ديالهم كيدخل من هنا وكيخرج من هنا. حيت شكون هو الشخص اللي كلام الناس كي
شخصيته ضعيفة، اللي ما عارفش راسه، اللي ما مآمنش بالقدرات اللي عطاه سيدي ربي. فإن فلا كتعرف ذاتك، كتآمن بها، كتوصل لمرحلة فقط أنك تخدم على ذاتك نهار على نهار، وتحسن لمن شخصيتك، لمن تصرفاتك، لمن أعمالك. كتحاول أنك كل مرة كتبان بواحد المهارة جديدة اللي اكتسبتيها مع مرور الأيام. فما عمرك تخليك لام الناس يبني حياتك، يبني المجرى ديال حياتك، حيت حتى شي واحد ما فحالك. كل واحد في هذه الحياة الله سبحانه وتعالى عطاه واحد الميزة معينة كيتميز بها. فالميزة اللي عندي ماشي هي اللي عند محمد، ماشي هي اللي عند عبد الله، ماشي هي اللي عند نبيلة، وماشي هي اللي عند ماما. فالشخصيات كتختلف، هي القدرات العقلية نفسها، لكن الاختلاف فين؟ في الطريقة ديال التفكير. شوف كل واحد كيفاش كيشوف الأمور بالمنظور ديالو، يا كيشوفو بطريقة إيجابية يا كيشوفو بطريقة سلبية. المثال اللي بزاف ديال الناس كيعرفوه، ورقة بيضاء ونقطة سوداء. كاين 50% ديال الناس اللي كينساو البياض والنور وكيشوفو غير الظلام، كيشوفو غير ديك النقطة سوداء. وكاين 50% اللي اصلا ما كتبانوش ديك النقطة السوداء، كيشوفو غير البياض. فشكون كيقرر هذا الشيء؟ ماشي الناس، راه انت اللي كتقرر. الا بغيتي تشوف البياض راه غادي تشوفو، الا بغيتي تشوف الظلام والنقطة السوداء راه غادي تشوفها. فقرارك بيدك وحياتك بيدك، ما تخليش حياتك تكون بيد الناس، حيت حتى شي واحد، حنا كيف ما كنقولوا بالدارجه ديالنا، حتى شي واحد ما كيدخل عليك القفه. فحتى شي واحد ما من حقه انه يتدخل في حياتك ويغير المجرى ديالها، راه كلشي بيدك. راه الا جا شي واحد وغير لك حياتك فانتينا كتكون عطيتيه الفوبا. خلاصة القول، عرف ذاتك، آمن بها، وما تخليش كلام الناس يولي نقطة سوداء في حياتك، حيت قرارك بيدك، وانت الوحيد اللي قادر تغير حياتك نحو الأفضل. وبالتالي غادي نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. هذه نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منا ولو الشيء القليل. نلقاكم بإذن الله تعالى في فيديو قادم. تهلاو ليا فرصكم، أمسيتكم طيبة، سلام عليكم.